السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد على القناه. في فيديو النهارده هنتكلم عن لابتوب بسعر 7000 جنيه جديد، وهيكون مناسب جدا ليك لو انت طالب جامعي وعايز لابتوب يكون خفيف معاك كده تروح بالجامعه، وبرده اللاب هيكون مناسب جدا لو انت عايز تتعلم برمجه، وما يمنعش برده لو انت عايز تشغل كام لعبه كده على جنب، يبقى اللابتوب تمام معاك في كل الكلام دوت. وهنعرف ايه الالعاب اللي ممكن تشغلها على اللابتوب، وهنتكلم عن كل قطعه في اللابتوب بالتفصيل. بس قبل ما نتكلم عن كل دوت، خليني الاول اقول لك تعريف سريع بالقناه لو اول مره تشوفنا. في القناه احنا مهتمين بالجيمر اللي ميزانيته قليله، وعملنا تجمعات كتيره باسعار رخيصه زي تجمعات ال1000 جنيه وتجمعات ال2000 جنيه، وبرده اتكلمنا عن قطع المكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشات. يعني اي حاجه هتحتاجها للسيت اب بتاعك هتلاقينا ان شاء الله متكلمين عنها هنا في القناه. فلو استفدت من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه، والحمد لله وبفضل دعمكم خلاص اهو تقربنا ل 11000 صديق، والقناه كل يوم بتكبر اكتر بيكم. وطبعا حابب اشكر كل الناس اللي دعمت القناه من بدايتها لحد دلوقتي، علشان مخرجكم القناه ما كانتش هتقدر تستمر. خلينا بقى نتكلم عن اللابتوب اللي معانا من ديل، وهو اسباير 3A315-56-34W3، وهكتب لك برده اسم اللابتوب على الشاشه. والجهاز بيجي بمعالج i3-1005G1، والمعالج دوت 2 كورز و4 ثريدز، وما تسالش بالمعالج دوت لان هو i3 و2 كورز وكده. وعايز اقول لك ان المعالج دوت اداؤه افضل من i5-2400 في اختبارات السنجل كور والمالتي كور، وطبعا لو انت متابع قديم للقناه هتعرف اداء المعالج دوت، والمعالج كويس جدا لو حتى عايز تبدا بيه مونتاج خفيف وعايز تبدا قناه يوتيوب تمنتج عليها حاجات بسيطه، فيديوهات 720 بي مثلا زي اللي انت بتشوفها دلوقتي على القناه، اللابتوب هيبقى كويس معاك في حاجات زي كده. وبالنسبه للحاجات الاساسيه اللي جايبينها علشانها اللاب، اللي هو الدراسه مثلا، او انت عايز تشوف كورسات او فيديوهات على اليوتيوب، او تحضر محاضرات على برنامج تيمز او جوجل ميت، اي حاجه من ديت هتقدر تشغلها على الجهاز من غير اي مشكله. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، لو حابب انك تتعلم برمجه على الجهاز مش هتواجهك برده اي مشكله. وطبعا بعد ما تذاكر هيبقى في وقت للراحه، وعايز تشغل كام لعبه كده على الجهاز. عشان كده اللي شايفه مميز في اللابتوب دوت هو الكارت الداخلي اللي فيه، اللي هتقدر تشغل عليه العاب كتيره. وزي ما انت عارف يا صاحبي مش بفضل اتكلم كتير عن ارقام، اهم حاجه بالنسبه لي التجربه الفعليه. بس نقطه مهمه قبل ما نعرض البنش مارك، ان اللابتوب اللي معانا بيجيب 4 جيجا رام، والاختبارات اللي هتشوفها هتكون على 8 جيجا رام. واقول لك ازاي توصل لنفس الاداء دوت اللي انت هتشوفه في الاختبارات دلوقتي. وزي ما شفت يا صاحبي، بالنسبه للسعر اللابتوب بيقدم اداء كويس جدا، وبالنسبه كمان ان هو لابتوب جامعه، يعني لابتوب خفيف والمفروض ان انت تشغل عليه حاجات خفيفه. فبالنسبه للسعر والمواصفات وان انت تاخد حاجه جديده، فالاداء دوت يعتبر مرضي جدا. وبرده هيكون في فيديو جاي على القناه على لابتوب تاني للبرامج وشغل 3D، وهيكون برده سعره 7000 جنيه. علشان الناس اللي عايزه لابتوب فئه 7000 جنيه ديت تبدا تختار ما بين اللابين، هل انت عايز افضل اداء وعايز تشتري لابتوب مستعمل، ولا انت ممكن تشتري لابتوب جديد باداء اقل شويه. وكل حاجه هتوضح اكتر في الفيديو اللي جاي لما نعمل مقارنه ما بين اللابين. بالنسبه لموضوع الرام دوت، فهي 4 جيجا وبتيجي اون بورد، يعني ما تقدرش تشيلها، وفي مدخل تاني للرامات تقدر تركب فيه لحد 16 جيجا رام، يعني الاجمالي هيبقى 20 جيجا. والجهاز على وضعه كده زي ما تشتريه، ب 4 جيجا رام هتقدر تشغل عليها العاب زي فالورانت سي اس جو، ولو زودت كمان 4 جيجا رام هيكون معاك اجمالي 8 جيجا، فهتقدر تشغل العاب اكتر زي اللي احنا عرضناها في البنش مارك. وخلينا نتكلم بقى عن بقيه مواصفات اللابتوب. واول حاجه وهي الشاشه، واللابتوب بيجي بشاشه ال اي دي وبريزولوشن 1366x768، والشاشه هتبقى مناسبه جدا لطالب جامعي او جيمر، يعني دقه الالوان والريزولوشن فيها مش افضل حاجه. وتاني حاجه برده شايفها ان هي مميزه جدا في اللابتوب دوت، انه بيجي بهارد 1 تيرا، وتقدر كمان تركب ام دي 2 ان في ام اي اس اس دي لحد تيرا بايت، ودوت اللي انا انصحك بيه في اقرب وقت، ان انت تجيب اس اس دي ان في ام اي بمساحه صغيره علشان يبقى سعره قليل برده، بس في نفس الوقت هيحسن جدا من سرعه اللابتوب بتاعك سواء في فتح الويندوز او حتى في بقيه المهام على اللابتوب، هتلاقي ان الاستجابه معاك اسرع. وبالنسبه لمداخل اللابتوب، فاللابتوب بيجي مدخل اتش دي ام اي، ومدخلين يو اس بي 2، ومدخل يو اس بي 3.1 جن 1، ومدخل لكابل النت، ومدخل الشحن. ووزن الجهاز 1.9 كيلو، يعني يعتبر خفيف بالنسبه للابات الجيمنج. وبالنسبه للبطاريه في الجهاز، فهو يقعد معاك حوالي 5 ساعات استخدام عادي. ولو انت محتاج لابتوب للجامعه بسعر 7000 جنيه دوت هيكون احسن اختيار بالنسبه لك. لكن لو انت اهم حاجه بالنسبه لك الاداء او الشغل التقيل، فانا هنتكلم في الفيديو اللي جاي عن اللابتوب بيأدي الغرض دوت، فانصحك ان انت تستنى الفيديو اللي جاي وبعد كده تبدا تختار ما بين اللابين. ودي كانت كل حاجه معانا النهارده، واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.